السلام الله عليكم أعزائي تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي. اليوم سأقدم لكم ملخص لدروس المقطع الخامس الأغذية Unit 5 Food. نبدأ على بركة الله. يوجد صنفان من الأغذية Healthy Food and Unhealthy Food، الأغذية الصحية والأغذية غير صحية. نبدأ A vegetables الخضر، potato بطاطا، pepper فلفل، onion بصل، tomato طماطم، garlic ثوم، lemon ليمون، lettuce خس، broccoli البروكولي، carrot جزر، cucumber خيار، cabbage crumb. هذه بعض من الخضروات التي قرأناها. أوكي، الآن ننتقل إلى الفواكه فروت. ملاحظة، عليكم بتعلم نطق هذه الخضر والفواكه واحفظوها. فروت الفواكه، واترمالون بطيخ، أورنج برتقال، grapes عنب، banana موز أو بنان، apple تفاح، strawberry فراولة، date تمر. هذه أيضا بعض الفواكه. ننتقل إلى اللحوم، meat اللحوم، fish meat لحم السمك، fish سمك، meat لحم السمك، fish meat، lamb meat لحم الخروف، أيضا lamb خروف، meat لحم الخروف، lamb meat، chicken meat لحم الدجاج، أيضا chicken دجاج، meat لحم الدجاج، chicken meat، وأخيرا beef meat لحم البقر، beef البقر، meat لحم البقر، beef meat. أوكي يا drinks مشروبات، المشروبات الصحية فقط، fresh juice عصير الفواكه، water الماء طبيعي، milk حليب. والآن ننتقل إلى الصنف الثاني من الأغذية Unhealthy Food، الأغذية الغير الصحية. يوجد الكثير
نذكر بعضها: كانديز، كانديز الحلوى، شيبس، شيبس، شيبس هو مقرمشات، سودا، سودا مشروب غازي، شوكليت، شوكليت شوكولاتة، فيز، فريز بطاطا مقلية، برجر، برجر همبرغر. أوكي، هذه الأغذية الغير الصحية. اليوم سنتعلم أيضا أهم المصطلحات: eat يأكل، I eat أنا أأكل، هذا مثال. meal meal وجبة، I eat meal أنا أأكل وجبة. كوننا هنا جملة. food food طعام، healthy healthy صحي. مثال: healthy food أغذية صحية، and healthy and healthy غير صحي. lunch lunch غداء، dinner dinner عشاء، breakfast breakfast فطور، فطور الصباح أو فطور، dish dish طبق، أي طبق، نوع من الطبق، dish طبق. meal time meal time وقت الوجبة، meal وجبة، time وقت، وقت الوجبة، meal time. hungry hungry جائع، ش ش وقت ننطقو ش ش، سي اتش ننطقوها ش، اس اتش ننطقوها ش، ش ش. the example: chocolate ch chocolate هذه سي اي ch chocolate. chicken ch chicken chips ch chips sh fish 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 dish dish short sh short. وإلى هذا أكمل معكم هذا الفيديو لملخص اليوم، أتمنى أن تستفيدوا منه، وإلى اللقاء أصدقائي، دمتم في رعاية الله.